وقبل ما نمدوا الوصفات حبيت أجيب عن أسئلة أمل من مستغانم. حبيت الوصفة تاع الجدات، الوصفة القديمة تاع الطرنو. إذن دوني الوصفة على بركة الله. في انتظار مكالماتكم نعطيكم الوصفة. إذن دليلة في مكالمة. صباح الخير. الو بيه. مع الخير. صباح الانوار. مرحبا. صباح الخير. لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. كادي جام كيمسان بسم الله. نعم. نحتاج ان كيك او شوكولا وان بيسكوي ا لورانج. ان كيك او شوكولا وان بيسكوي ا لورانج موي بجو دورانج ان شاء الله. قعد في الاستماع. تحياتي. هيا مع الصحه. شكرا. اذا ناخذ مكالمه ثانيه. صباح الخير. صباح الخير. كيف فتحتي؟ لاباس؟ لاباس. مرحبا بك. شكون معي؟ سميرة. سميرة مرحبا بك. كيف فتحتي؟ لاباس. لاباس. وال عليكم. خصني الوصفة نتاع الطرنو. تاع الطرنو حبيت نقولها ولكن مين كانت مكالمات. قعدي في الاستماع راح نعمل لكم وصفة. تحياتي. سعاد. صباح الخير. الو. السلام عليكم. مرحبا. صباحك كي نسمع صوتك ما شاء الله في البوست كل يوم نسمع صوتك نفرح بزاف. الله يحفظك. الله يحفظك. وانا ثاني مين تعيطوا لي نفرح بكم بزاف. الله يسهل بركة. اختي بغيت نطلبك على طلب من فضلك. نعم تفضلي. بغيت لي غراتا. عندي البنت بغيت بزاف لي غراتا، وبصح لي غراتا تاع البطاطا وتاع الجلبان. تاع البطاطا وتاع الجلبان. راه معنا الشيف حكيم اللي غادي نرحب به ونقول له صباح الخير ومرحبا بك، وراح يعطيك سعاد الوصفه تاع الغراتا. قعدي في الاستماع. بارك الله فيك. نهارك مبروك سعاد. ماكم متمنين. الله يكملكم. الله يعزك. شكرا. تحياتي. خديجة. صباح الخير. حبيت الوصفة تاع الغريبية. وصفة تاع الغريبية ان شاء الله يا ربي. قعدي في الاستماع. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات. ونولي والضيف تاعي الضيف حكيم اللي شوية راك عيان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك شيف حكيم. يسلمك اختي. ما شفناكش من الوقت رمضان. توحشناك. نعم. نعرف بلي عندك العمل بزاف، ولكن عزيز عليك اذاعة وهران دائما تلبي الطلب. إذا الوصفات اللي جبتهم لينا اليوم شيف حكيم. بون اليوم إن شاء الله جبت لهم أكلة مغربية. نعم. عفوا للطبخ المغربي. إيه. مثل الطبخ الجزائري تاني. نعم. غاني. نعم. يعني جبت لهم اللحم الخروف يطيب في طنجية. صح. فوالا طنجية هي عبارة عن قلة تاع فخار. إيه. يعني اللحم يجي رائع ويجي يدوب غير وحده كي الفرماج. صافي اللي ما عندهاش هذا الطنجيه يقدر ولا يليق الفخار باش يجي هذاك. لا يليق الفخار باسكو الماكله الصحيه نعرفوا باللي هي في الفخار. صح. والله وراه في متناول الجميع. لا يعني راه كاين من الطواجين. كاين طواجين. نعم. مي هذه تاع الفخار هذه تجي مبلعه تتبلع. ايه شفتها. نعم. بون طيب في المجمر ما فوق النار نديروا حجر عليها النار بتي فو وما في الفور. ان شاء الله على بركه الله. بون ان شاء الله نمد لهم هذه الطنجيه. هي الطنجيه هذه قلنا هي عباره عن قله تاع فخار. ايه. بون هي تندار ليله كامله في الماء اللي شراها جديده. نعم. والله باش ما تطقلحش تندار. ما يديروش فيها تحت الملعقه تاع حديد ولا باش تعدل درجه الحراره. كنا نعرفوا حنايا الطاجين الفخار طاجين السلاوي طاجين اللي طويجنات تاع الفخار اللي يطيبوا في النار. انا ندير هكا 3 فورشات وندير الخضره تاعي ولا اللحم وكاع طيب باش شويه تعدل درجه الحراره. هي الاستيس الاولى كاع هي تندار في الماء. صح. الاستيس تبات الليله كامله في الماء. نعم. ديجا غادي كي ديرها في الماء غادي تشوفيها تشرب بالماء اللي تبدا دير هذيك الفقاعات تحسي بها تشرب في الماء. صح. كي تبات الليله كامله في الماء من بعد كي نديروها هي نجمو طيبوا في نفيضوا فيها الحليب. هي غير هذيك الاولى طيب شويه باش ما تبقاش بزاف. نعم. وكاين اللي يديروا فيها كيما نقولوا البقايا تاع الخضار. ايه. كي تنقي الخضره تاعك وكاع. نعم. ديري هذيك البقايا كاع تاع الجلاخ تاع البطاطا تاع اللف تاع الكروطه وديري عليها تعمرها بالماء وتخلي حتى الماء هذاك ينشف. صح. من بعد تنجموا تستعملوها. بون الطريقه تاعنا تاع اليوم اللي غادي نمدها لهم هي عندنا كيلو لحم خروف يكون قطع صغيره. العائلة كبيرة. فوالا العائلة تاع اللي يديروا زعما كيلو تاع لحم. نعم. فوالا عندنا كيلو تاع لحم خروف، عندنا حبة بصل كبيرة، عندنا ملعقة صغيرة تاع ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، وعندنا ملعقة صغيرة كركب، ووحدة سكر جبير، وعندنا شوية تاع زعفران شعرة. نعم. وزوج ملاعق تاع معدنوس مقطع، زوج ملاعق كبار، وعندنا كاس تاع ماء، وثلاث مغارف تاع زيت، ولا شويه تاع دهن. نعاود المقادير؟
المقادير عندنا كيلو تاع لحم خروف. نعم. نقطعوا على هكا اربع قطع ولا نقدروا نديروا رطل ولا حاجه على حسب امكانيات. على حسب امكانيات نعطيهم زعما كيلو تاع عائله. فوالا كيلو تاع عائله خمسه. ثاني مين تكون ضيفه هكا ولا مناسبه نقدروا ثاني نديروا ضيفه تجي اكله اللي ما تحشمش بزاف واللي دايرها في القناه تاعي تاع اليوتيوب. نعم. بال كاع الوصفه كامله. نعم. بون نعطيتهم تاع كيلو تاع لحم خروف يديروا فيه حبه تاع بصل. ايه. مقطعه طول شرائح طول. عندنا ملعقه تاع ملح صغيره. واحدة فلفل أسود. نعم. ملعقة كركب، ملعقة سكر جبير، ونص ملعقة زعفران شعرة. نعم. وعندنا زوج ملاعق كبار تاع معدنوس مقطع، وعندنا كاس تاع الماء، وزوج مغارف زيت، ولا زيت زيتون ولا شوية زبدة. صح. وهذه أنا درتها بالطريقة تاع المحمر تاع وهران. نعم. باسكو طنجية المراشية هي في الأصل يديروا فيها الكمون، يديروا فيها القصبر، يديروا فيها اللي من بعد. صافي هذه غوفيزيتي بلاتوش تاعك الحكيم. فوالا باسكو انا كي سيتها بالطريقه المراكشيه. نعم. احنا هذاك لوغو هذاك اللي يديروه هما احنا يجي احنا نديروه في البوزلوف. ايه. صافي في اللحم يتبدل علينا. انا درتها بالطريقه تاع المحمر تاعنا تاع وهرن. شاولا درتها في الطنجيه. نديروا المكونات تاعنا هذو كاع ونغطوها مليح، نديروا ورقه طهي ونزيدوا الالومنيوم من فوق. نخلطوها بيان. ونديروها بون انا غادي نديرها لهم في الدار باش ما يديروش الفحم ويديروا ونديروها في الفور. اه صح. فوالا تدخل في الفور تكون مبلعه بيان. والنار تكون من الفوق ولا من تحت؟ النار من تحت نديروها 200 درجة عندها 3 سوايع. صح. 3 سوايع ابتي فو هي ما تديش وقت بزاف غادي ديري كاع المكونات تاعك في الطنجية ودخليها في الفور. باسكو المجمر وكاع زعما سابخون دو طون تدي وقت. سابخون دو طون والريحة في الدار وكاع. نعم. فوالا. ما فوق النار ما اللي ما عندهمش الفور يحطوها فوق النار يديروا حجره ولا فوق النار بتيفو عندها اربع سوايع طيب تخرج كي الفرماج ما تامنيش عقلك العظم يخرج باللحم فوالا نديروها في الفور ثلاث سوايع نشعلوا عليها من تحت 200 درجه. نعم. وواحد ساعه ونص ولا هكا نخلطوها شويه باش نعرفوها بلي ما نشفتش ساعه على ساعه نحطوها فوالا شاك دو فوا ولا في ثلاث سوايع هذيك في ثلاث سوايع من بعد نزيدوا نشعلوا من الفوق واحد 20 مينوت وهكا واحد اخرى الطنجيه تاعنا تكون طايبه واجده. يعطيك الصحة شيف حكيم. إذا كانت وصفة صحية هكا يكون تكون مناسبة جميلة تكون يكون هكا عرضة ولا ملمة يعني كاع العائلة تكون كبيرة. صدقيني هكا الأخت هكا وسيلة لو كان نولفوا ناكلوا في الطين والله يا الماكلة هذيك تاع كوكوطة نجربوا نجربوا احنا دائما حصة الدار دارك دائما تقترح هكا الصوالح اللي احنا ما ماناش موالفين نديروهم. هذوك الوقت الوقت مراش كاين والظروف تبدلت. صح. بصح الماكلة تاع الطين ما كاش كيما الماكلة ولا في الحق كاع الناس راهي دروك تعرف تطيب وكاع الناس تعلمت بكري كانت بزاف المرا هكا تبغي تتزوج تخاف. ما دروك راه كاين اليوتيوب كاين الشيف انتوما بسلامتكم كاين اللي يعطي لي زاستوس اللي المرا تقدر تنجح في الوصفة بالخوف. نعم. يا سيدي دوك ما كاين كاع. إذا الوصفة الثانية على بركة الله ومن بعد نجاوبوا الأسئلة. هذا اللحم هذا نقدموا معاه درت لهم معاه بطاطا في الفرن. بطاطا في الفرن نديروها على شغل بطاطا روتي. صح. فوالا عندنا كيلو تاع بطاطا. نعم. نقطعوه كيل فريت شوية شوية يكون كبير شوية على الفريت. فوالا نديروا في البلا تاعنا نديروا ورق الطهي باش ما تلصقناش. نعم. فوالا نديروا في البطاطا تاعنا نديروا الملح ونديروا فلفل أسود والفلفل الأحمر. إيه. وشويه كركب. نعم. ونديروا خمس ملاعق زيت ولا زيت زيتون. نخلطوا المكونات تاعنا هذو ونديروها في الفور لا ما لا والو ما نغطوها لا بالالومنيوم لا والو. خضره هكا كخيل. هكا كيما راهي. نعم. مخلطه بهاد لي زيبيس ونديروا معاها ثاني شويه تاع ايرب دو بروفونس. نعم. ايرب دو بروفونس بون راهي مبعدنا هنا في واحد الساشيات. صعيب راهو فيها كاع لي ايرب دو بروفونس بون. نعم. كاتبين فيه هنا لي ساشي مبعدنا كاتبين باقة عطريه. نعم. فوالا هكا مكتوب ونديروا راس تاع الثوم كيما راه. راس تاع الثوم كيما راه به بجلاخ تاعها نشلوه ونديروه معاه تما. فوالا كي طيب لنا البطاطا تاعنا عندها 25 مينيت 30 مينيت تتحمر تخرج روتي محمره. نعم. هذاك الراس تاع الثوم تاعنا من يطيب في الفور غادي يتحمر غادي يولي كي شغل بيوري نقلعوه نقلعوا له الكشور تاعه. ايه. ونديروا كي غادي يولي بيوري غادي يولي كومي بوماد. صح. هذاك الثوم وتكون. نعم. فيه ريحه شابه تاع التحمار. ايه. شنو نديرو؟ نديرو ملعقة تاع زبدة في كاسرول ونديرو عليها هذاك الثوم نحمروه. فوالا نحمرو هذاك الثوم بوندون زوج دقايق ولا ونديرو عليه زوج ملاعق كبيرة تاع معدنوس مقطع.
فوالا نديرو عيش ملعقة كبيرة مع نص مقطع، نخلطوه مليح مع هذاك الدهان ونسقوه على هذيك البطاطا. تجي هايلة الثوم، شوفي تجي واحد الريحة في الثوم. اللي ما يبغيش الثوم يولي ياكلها. جربتها هذه، اللي نجربها. اللي ما يبغيش الثوم يولي ياكلها، شوفيها في الوصفة عندي من بعد في اليوتيوب وسيها غادي تعجبك. بطاطا تجي محمرة وفيها هذاك الليكو تاع بطاطا تجي الليكو تاع الروتي، ماشي بطاطا محمرة في كوشة اللي فيها الماء اللي تبارك اللي فايضة ومحمرة، هذه بلا ماء لا والو تخرج بطاطا روتي. وزيدي هذاك الدهان والثوم والمعدنوس من فوق، نديروها في صحن التقديم. لتحقوا بنا اللحظة نقول لكم نهاركم مبروك، يوم سعيد إن شاء الله، ونعايا الشيف حكيم ضيف حصة دردارك، ومدلنا الوصفة الأولى، الوصفة الطنجية كي يقولها، هذه الطنجية الجزائرية بلاتوش تاعك. نعم، إذا دائما بالفخار هذه طيبتها في الفخار، ووصفة جميلة. هذه هي درناها دي مينوت وجدناها وتقعد في الفور. اذا نجاوبوا على مستمعه طلبت ان جاتو بالبرتقال، نعرفوا رانا في موسم البرتقال ولازم لنا احنا دائما اللي قلنا ان بروفيت في الفاكهه الموسميه. نعم، اعطينا جاتو اللي فيه لورانج، فيه البرتقال. مو عندنا مع العشيه القهوه تاع العشيه تنجم تحضرها الاخت في 15 مينوت تحضرها. صح، والله وصفه سهله. تجي هي تجي تقريبا اللي مسكوتشه، فوالا تجيك اللي مسكوتشو بجي دورونج. بون نعطيهم المقادير سهله، درتها لهم بالكاس. نعم، فوالا باش ما يتروحوش عند الميزان وصوالح. عندنا زوج كيسان ونصف تاع فارينه. وعندنا كاس عصير برتقال. الكاس اللي عبرنا به الفارينه نديروا به عصير تاع برتقال. نعم. وعندنا وحده تاع ياغورت ناتور ولا فاني. وعندنا الكاس غير هو نديروا واحد تاع زيت وواحد تاع سكر نقصوا منهم. دائما احنا نقصوا السكر شويه باش ما مزيت، نقصوا دو دوا من هذاك الكاس. صح، وعندنا واحد كيس تاع فانيليا تاع الكاطو، عندنا ثلاث حبات بيض، وعندنا زوج اكياس تاع خميره الكيميائيه تاع الكاطو. نعاود المقادير حكيم. مازال ما كملنا المقادير. وعندنا ثلاث مغارف كبار تاع زبيب. نعم، وعندنا زوج مغارف كبار تاع اللوز ايفيلي. صح، فوالا نعاودوا لهم المقادير. نعم، عندنا زوج كيسان ونصف تاع فارينه. الكاس غير هو اللي درنا به فارينه، نديروا كاس تاع عصير البرتقال. نعم، وكاس تاع زيت وكاس تاع سكر ناقصين دو دو. نعم، عندنا علبه تاع ياغورت سوا ناتور سوا فاني. نعم، عندنا كاس زيت كيس تاع فانيليا. عندنا ثلاث حبات بيض وزوج اكياس تاع خميره تاع خميرة الكاطو الكيميائية. نعم، وعندنا ثلاث معالق تاع زبيب وزوج مغارف كبار تاع لوز ايفيلي. نعم، شيف حكيم غادي نكملوا طريقة التحضير، نستقبلوا غير مكالمة ونعاود نولي. إن شاء الله. صباح الخير. ألو، صباح الخير أخت وسيلة. مرحبا. نادية شوبو، صباح الخير حكيم. مرحبا بيك نادية، توحشناك. صباح الخير حكيم. صباح الخير أختي، ربي يحفظك. نادية قادري. صحيتي نادية أختي، ربي يحفظك. كيفك لاباس، العائلة بخير؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. حكيم من فضلك بغينا أن جو دو بيتراب، بصح لا بيتراب ما بغيتهاش مغلية، بغيتها كيما نقولوا حنا خضرة، بصح هذيك كيما حنا نقولوا عصير. باش نديها 100% ماشي نغليها كيما ما عجبتنيش تاع مغليه وهذيك ما خرجتليش مليحه، ما لو غو تاعها ما عجبنيش. انا بغيتها كيما حنا نقولوا لا بيتراف خضراء ونديرها افيك لو ميلونج تاعها افيك كوا. راهم كاين اللي قالت لي واحد الاخت ديريها ميلونج افيك لورونج. نعم، انا بغيتها 100% بيتراف. ماذا بيك شيف حكيم وناجح ان شاء الله. ان شاء الله الا ما كفناش الوقت. ان شاء الله ان شاء الله نستقبل مكالمه ثانيه. صباح الخير كوثر. صباح الخير. تعالوي، السلام عليكم. مرحبا بيك. الله يسلمك اخت. تفضلي. حمبو كي بغيت نسقسي الشيف. نعم. سي ايرجون، بغيت كريمة الزبدة تاع ما فيهاش البيض. كريمة الزبدة ما فيهاش البيض. نعم. نعم، اقعدي في الاستماع. أي. شكرا لك على المكالمة. إذا استقبلوا مكالمة أخيرة دليلة. ومنبيلة صباح الخير. الو، صباح النور، نهاركم مبروك. نهارك مبروك. الله يسلمك، الله يخليك. غير اذا امكن يعاود لنا طنجيه، ما كنتش لاهيه وفاتتني من وين تنستنى في طنجيه. اقعدي في الاستماع حكيم اذا. نعم. امكن
ان شاء الله يعاود لكم المقادير ونعاودوا نجاوبوا. الله يحفظك ونهاركم مبروك. شكرا لك حبيبتي. بارك الله فيكم. اخر مكالمه ونعاودوا نوريو لك شاف حكيم، ما يقدناش بزاف الوقت، عطينا طريقه التحضير ونجاوبوا على الاسئله اللي تقدر تجاوبها. طريقة التحضير نعم. كيكة البرتقال. نعم. والله المقادير اللي مديناها راني نسيت معها ملعقة صغيرة تاع مايزينا. ايه. هذيك المقادير. مو هاد الوصفة سهلة، نديروها في الخلاط، في الخلاط الكهربائي. نعم. باش نكملوها بالخف، نديرو ثلاث حبات تاعنا تاع البيض مع السكر مع لافاني ونخلطوهم بها من الخلاط الكهربائي، ومن بعد نزيدو لهم العصير تاع البرتقال ونزيدو لهم الكاس تاع الزيت والياغورت اللي قلنا عليه. نعم. نضربهم بها في الخلاط الكهربائي. أه. ومن بعد نزيد لهم الملعقه صغيره قلنا تاع المايزينا. أه. مع الكاس تاع الفارينا. صح. نخلطوا هادو بها في الخلاط الكهربائي، من بعد نفرغوهم في اناء كبير ولا، ونزيدوا الفارينا اللي بقات لنا نخلطوها ثاني بها مع زوج اكياس تاع الخميره الكيميائيه. نعم. فوالا تخلط بها بالفوي، غادي تجي ما غاديش تجي ثقيله، غادي تجي شويه كما نقولوا شويه جاريه. أيه. ما ثقيله ما جاريه بزاف. لو مول تاعنا بون نديروا هذاك لو مول تاعنا هذاك دائري تاع المسكوتشو ندهنوه بالدهن. نعم. الدهن ما يكونش داير، الدهن يكون ديريكتومون هكا، ندهنوه بها بيدينا. أيه. ولصقوا فيه هذوك الرقائق تاع اللوز، اللوز ايفيلي. آه. لصقوه بيدينا غادي يلصق كاع في الكورتور. فوالا في الكورتور كاع تاع لو مول. صح. هذا نورمالمون نبداو به هو الاول قبل ما نبداو باش نديروه في الفريجيدير. نعم. يسقنا بها. والله كي قلنا نخلطوا المواد تاعنا في الخلاط الكهربائي، ومن بعد نزيدوا الفرينه اللي بقات مع الخميره الكيميائيه، كي تخلطوا بها نزيدوا لهم زبيب. والله كي نزيدوا لهم ثلاث ملاعق تاع زبيب، من بعد نفرغوه في المول تاعنا. نفرغوه في المول تاعنا، نديروه في الفرن، غادي يقعد حوالي 40 دقيقة 45 دقيقة، نشعلوا عليه غير من تحت 200 درجة. كي يبدا يشوفوه بدا يحمر من تحت وكاع، نشعلوا عليه من فوق واحد الكاز، واحد الكاز مينيت 15 دقيقة. فوالا كي يخرج من الفرن حامي نفرغوه ديريكتومون، باسكو تكون فيه زبدة ما غادي لا يسق لا والو. وفيه غادي يخرج باللوز. فوالا غادي يخرج في المنظر رائع بزاف بهذاك اللوز ولوغو تاع الأورانج. نعم. فوالا ما فيه لا ما لا حليب لا والو، بالجي دورانج. وصفة رائعة الكاتو الأورانج، حنا رانا في موسم الحمضيات، إذا عطاكم الشيف حكيم وصفة ما مداريش نديروها في وهذه كيكة البرتقال، في بلاصة ما نديرو الحليب ولا ندير حاجة درناها بالأورانج تخرج شابة بزاف. فوالا. إذا نجاوب مستمعة حبت الجو تاع البيتخاف، الجو تاع البيتخاف البيتخاف من يكون عاد هكا كخو ما نقدروش نديرو عصير ابار لاباغي، كاين دي روبو اللي يقدروا يديروا لنا العصير من يكون كخو. حبيتيه ماشي مغلي البيتخاف، ما يكونش مغلي، فوريه حتى يولي كي الزبده. لا شوفي تنجم كيما راه خضر هكا ولا ترابيه. ميم ترابيه ما نقدروش ندو الجو بزاف منه. واه ترابيه بصح توجور يخرج ان كو تاعه تحسي بحاجه باللي خلاص. حنا دائما نديروه مع الحمضيات، سواء البرتقال سواء فوراه تخليه دومي كويسون، فوراه ما تخليه دومي كويسون. نعم. ما تخليش كاع الماء تاعه كاع يخرج. صح صح. واه دومي كويسون. ونطحنو ونعاودو نصفوه ثاني بالصفاره. واه صفيه من بعد باسكو فيه لي كريمو. عاود لنا غير المقادير تاع الطنجيه. تاع الطنجيه اللي طلبتها. نعم. داكور. بون الطنجيه قلنا عندنا كيلو لحم تاع خروف. نعم. بون اللي بغى يدير نص يدير نص. نعم. ومام نجمو نديرو الدجاجه، مام اللي بغى يدير الدجاج يدير الدجاج. شاول الدجاج يدي شويه اقل وقت تاع طياب ويخرج ثاني شباب. بصح لا فغي طنجيه هي اللي تجي لا فغي طنجيه هي باللحم الخروف. نعم. فوالا وهذه طنجيه هذه كانت قديمه بزاف كاع، هذوك اللي يديروها الناس اللي كانوا يسافروا بكري بعيد وكاع يديروها ويحفروا لها ويديروا جمر ويخلوها. يعطيك الصحه. فوالا كيما قلنا كيلو تاع الحم. أيه. نقطعوه لاربعه ولا خمس مرسويات، ما نخلوش هكا مرسو كبير. نعم. غادي كي تدخل في هكا في قله صافي تحت طيب اكثر من الفوق. نعم. وما نجموش نحلوها ونقلبوها. أيه. صافي كي تكون هكا مرسويات صغار غير نخلطوها غادي يتبدلوا البلاصه. وعندنا حبه تاع بصل كبيره، عندنا مغرف صغيره تاع ملح، ملعقه صغيره فلفل اسود، عندنا الكركم وسكر جبير وزعفران. الكركم هو اللي يطبع شيف حكيم. فوالا الكركم. أيه. في المحمر يطبع. نعم. بزاف. وعندنا زعفران شعره، زعفران شعره راه متوفر هنا راه كاين، وما الا ما كانش نديروا الاخر باسكو الاخر غير كولورو. نعم. مي زعفران شعره كولورو عندها كو ثاني شباب. صح. عندها كو شباب بزاف. وعندنا زوج ملاعق كبيره تاع معدنوس مقطع. نعم. وعندنا كاس تاع ما، والله ما كثرش الماء بزاف، كاس بابليس باسكو ما بالبصل وهذاك الحم غادي يطلق الماء تاعه. وعندنا ثلاث ملاعق تاع زيت ولا زيت زيتون ولا شويه زبده. نعم. نخلطوا المقادير تاعنا، نديروا كل شيء في هذيك الطنجيه، نخلطوها بها ونبلعوا عليها، نديروا ورق الطهي ونديروا فوقها الالومنيوم.
والله نبلعوها بيان بالالومنيوم اللي ما يدخلهاش الهواء سينو تنشف صح باسكو تقعد 3 سوايع في الفور. نعم. نبلعوا ليها بيان بالالومنيوم ساعه ساعه ونص نخلطوها شو شويه ونعاود 3 سوايع من بعد نزيدوا نشعلوا عليها نص ساعه بالفوق قلنا نديروها 200 درجه تقعد في الفور تخليها من بعد تفرغيها يعطيك الصحة ما بقاش وقت بزاف ماذا بينا كنا عطيتنا الكغاتان وعطيتنا الوصفات أخرى نقول لك شكرا على الوصفات الرائعة اللي عطيتها لنا شيف حكيم شيف حكيم معروف بالوصفات التقليدية والطبخ الجزائري ولكن دائما عنده اللمسة تاعو الخاصة إذا شكرا على الحضور شيف حكيم نتمنى إن شاء الله تكون في فرص أخرى وتعطينا وصفات أخرى إن شاء الله إن شاء الله, الله. إذا كنت معكم وسيلة نور الهدى ميكروفونيا وكان معكم مراد ودليلة بن زايد وإسلام دليل بن زايد وحكيمة في الهندسة التقنية موعدي يتجدد معكم إن شاء الله يوم الثلاثاء.